بلا تأويل مني بكل شيء. إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام الأفاضل، لا زالت التحديات متواصلة، الأشواط متواصلة، شوطا يليه الشوط الآخر، انطلق وعلى بركة الله الشوط 16 للقعدان المفاريد من هنا من مهرجان ولي العهد للهجن لنسخته الثالثة من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطايف لسباقات الهجن. أبدأ وياكم مع المركز الأول ومع هذا الشعار المتقدم، هنا شعار بالراية يحتل المركز الأول متابعين الكرام، يتقدم بالراية مع الصدارة. ثاني التحديات القادم، وصل ركام بن خضر بن بادي العسيمي العتيبي مع انطلاقة غيث، تقدم راعي غيث مع المركز الثاني. ثالث التحديات القادم، المتواجد هنا علي بن سعد بن محمد الفيد المري مع انطلاقة النايد أيضا القادم والمتواجد. نرى الدخول من الجانب الآخر من قبل بدر بن غازي بن نوار بن عقيل يتقدم مع انطلاقة الحاكم. خامس التحديات القادم، فواز بن سعيدان العتيبي تقدم مع انطلاقة شامان، ولكن نعود إلى البداية وإلى الصدارة مع لوحة الكيلو والمتر الأخير. تقدم الحاكم ليحكم القبضة بالشعار في هذه اللحظات، بدر بن غازي بن نوار بن عقيل يتقدم العتيبي مع انطلاقة الحاكم، انطلق مع المركز الأول. ثاني التحديات، ركام بن خضر بن بادي العتيبي مع انطلاقة واندفاع غيث. ثالث المراكز القادم، صالح بن محمد بوليل المري يقدم لنا انطلاقة بنادول أيضا القادم، راشد بن عايض الجهني، ولكن نعود إلى الصراع إلى النزاع. الحاكم الحاكم بدر بن غازي بن نوار بن عقيل، تقدم العتيبي مع المركز الأول، أيضا ركام بن خضر شن الغارة في هذه اللحظات بن بادي ليقدم لنا انطلاقة غيث. غيث والحاكم، الحاكم وغيث، وراقب الشعار القادم حمد بن علي بن محمد الغفراني أم عاهد واصل، ولكن نعود إلى غيث. غيث الحاكم، الحاكم غيث، ولكن روح روح بوغازي ما شاء الله تبارك الرحمن على أداء الحاكم. اقلاع في الأمتار الأخيرة، بدر بن غازي بن نوار بن عقيل العسام العتيبي الحاكم حكم قبضة هذا الشوط. انطلق انطلاقة النوماس، سلام يا بدر يا بن غازي يا بن عقيل على هذا الأداء الكبير، شكرا يا بن عقيل، تهانينا وألف مبروك. ثاني المراكز ركام بن خضر العتيبي، ثالث المراكز كان بشعار حمد بن علي بن محمد الغفراني، المركز الرابع كان بشعار جديع بن قايد بن ضاوي السمي البقمي، خامس المراكز. إذا نعود بالتهنئة والتبريكات لمالك الحاكم على هذا الانتصار المستحق، بدر بن غازي بن نوار بن عقيل العتيبي، من قدم لنا انطلاقة الحاكم ليكون بطل هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة. التوقيت 3 دقائق، ثانيتين 53 جزء من الثانية. ثاني المراكز ركام بن خضر بن بادي العتيبي، أيضا التهاني والنوماس يا أبو خضر يا الزميل على هذا الانتصار مع المركز الثاني. التوقيت الزمني 3 دقائق 4 ثواني 79 جزء من الثانية. ثالث المراكز حمد بن علي بن محمد الغفراني مع انطلاقة معاهد، 3 دقائق 5 ثواني 25 جزء من الثانية. تهانينا تهانينا والف مبروك. نعود ونكرر لما